ايه على النار دلوقتي؟ انا بعمل شوربه عدس، وانا قلت لكم شوربه العدس مش الشتاء بس، في ناس كتير بتدخل مطاعم مخصوص علشان تاخد شوربه عدس حتى لو في الصيف، حتى لو في الصيف، بس طبعا ما بنعملهاش كشوربه العدس اللي هي الاساسيه بتاعتنا، ان احنا نحط لها بطاطس وبحط لها بصل وبحط لها ثوم، علشان انا عايزاها تبقى خفيفه جدا. بصوا كده انا حاطه ايه هنا، حاطه كوبايه عدس او كوبايتين على حسب اللي موجود عندنا، حطيت معاهم شويه ملح وشويه كمون، اكتر من كده مش عايزه. غسلت العدس وصفيته، حطيته مع شويه ميه بيغلوا، وبعد كده رحت حاطه معاهم ملح وكمون. مجرد ما يستوي بالشكل ده كده هروح شايلاه كده بسم الله واضربه في الخلاط. انا عايزه شوربه ناعمه، مش عايزه يبقى فيها قطع. صلصه طماطم مسبكاها ومصفياها علشان برضو تبقى ناعمه، ومعايا شويه بقدونس، وهملح برضو بملح وكمون لو انا لقيته ان هو محتاج. طيب ما قدرنا تنزل تاني، معلش يا حمدي حقك عليا، حقك عليا معلش، علشان نتكلم عليها لان انا ما قلتهاش. ماشي نقولها. ماشي نقولها، مفيش مشكله. كوبايتين عدس اصفر ومعاهم كمان ايه يا رغده، نص لتر عصير طماطم او كوبايه عصير طماطم بالشكل ده كده، تكون متسبكه ومتصفيه ناعم، ونص لتر ميه او ازيد علشان لو مزودين كميه العدس، معلقه كبيره من الكمون وملح، اكتر من كده مش عايزه. وبعد ما اخلصها خالص وقبل التقديم على طول هروح حط عليها شويه بقدونس. سهله جدا وبسيطه، ونزلت اهي علشان حبايبنا لو عايزين يصوروها ويحفظوها عندهم على الموبايل. بسم الله الرحمن الرحيم، سموا بالله دايما كده، وصلوا على النبي في قلبكم عليه افضل الصلاه والسلام وانتم شغالين، علشان ربنا يبارك في اللي احنا بنعمله. طيب هعمل كده، بصوا بقى انا هاخد ده كده علشان ما دهولش مواعين تاني. خدت اللي في الحلة او اللي انا سلقت فيه، خدت الحاجة على النار وحطيت الحلة تاني مكانها. طيب هعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نخلي بالنا كويس قوي ونقفل الخلاط كويس جدا، كويس جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، علشان ما يبقاش مليان زيادة عن حده ويطرطش لا قدر الله على ايدك وتتلسعي، لان العدس سخن ممكن ان احنا نسيبه يهدى شوية ونبدا بعد كده نعمل، ما فيهاش اي مشكلة. بس انا احتياطي عشان انا بصراحة بيقول لك ايه، اللي بيخاف من الشوربه يلسع في ينفخ في الزبادي، بقيت اخاف من الحاجات دي قوي، فهعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. بصوا الخلاط مشي معانا تمام وزي الفل، بس بدا ان هو يتقل. هو ده اللي انا عايزاه، انا ما زودتلوش ميه، الميه اللي انا عملت بيها سلقته فيها ما زودتش عليها. بصوا العدس بقى كان تقيل، يا دوب زودتله الطماطم، تخيلوا بقى طماطم مع عدس، ما فيش ولا ثوم ولا في بصل ولا في اي حاجه خالص. الناس اللي بتحب شوربه العدس دي انسب حاجه ليهم، مع الطماطم كده في منتهى الجمال. ياخد غلوه وهدوقه دلوقتي واشوف الملح بتاعه ايه، لقيت الحياء بتاعه مظبوط يبقى تمام وزي الفل. غلوتين كده اهوت وهقفل عليه علشان التقديم على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، هايل والله العظيم، مش عشان اللي انا عاملاه بس هو فعلا هايل، خفيف قوي. صبينا شوربه العدس بتاعتنا، عند التقديم بنحط رشه بقدونس، لو في حبه صلصه طماطم كده او سنه كريمه، هحاول ان انا ادور في المطبخ على سنه كريمه كده عشان ندي بيها شكل حلو كده على شوربه العدس بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين كده صبينا شوربه العدس، وخفيفه جدا 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 وعيله. بعمل ايه دلوقتي؟ هنحط عليهم شطه كلهم علشان انا بحب الحاجه سبايسي، بس لو انت عندك اطفال ممكن ما تحطيش شطه خالص، ممكن شويه كمون على الوش كده، شطه كمان زياده اهي، والناحية التانية لو عندي حبة كريمة هعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده انا بحط في النص بالشكل ده وعود خلة، وهعمل كده كشكل بسيط. انت عايزة تعمليه مش عايزة تعمليه زي ما انت عايزة، ونفس النظام بالنسبة للشطة والكمون. احنا
دايما متفقين ان العين بتاكل قبل البق. زينا الطريقة سهلة وبسيطة جدا، تفتح برضو النفس، وهي شوربة العدس اصلا في منتهى الجمال، خفيفة قوي، وصحتين وعافية على قلبك يا محمد. خفيفة جدا، ما فيهاش ولا توم ولا بصل، ما فيهاش بطاطس، ما فيهاش حاجة تكتم، ما فيهاش حاجة تبقى حامية علينا، علشان كده بنعملها للناس اللي عشاق العدس، ومش شرط ان هي علشان صيف او شتاء، لكن هي خفيفة يعني، جربوها ان شاء الله هتحبها.